والله يا ماما انا فرحانه قوي. ما تعرفيش لو كانت الشنطه دي ما رجعتليش كان ممكن يحصل لي ايه؟ يا شيخه يا ريتها ما رجعت الشنطه يا شيخ. ليه بس بتقولي كده؟ كده دخلت علينا الصايعين في بيتنا واحنا قاعدين لوحدنا. ماما هو انت ليه بتقولي عليه كده؟ على فكره هو جدع، عشان لو هو ما كانش جدع ما كانش رجع لي الشنطه وفيها فلوسي ومحفظتي وتليفوني. يا بنتي فين الجدعان يا بنتي اللي هو فيها ده؟ ده انت شفتي بيقول لي اتضرب الراجل ازاي وبهدله عشان يا بنتي دي حوارات بيعملها علينا، ده انا اللي فاهمه انا. يا ماما تعرفي يا ماما ده برنسو ده يا ماما قوي قوي. بس ما بتسكت يا بنت انت بنت. ما شعره ناعم. بقول لك ايه يا ماما؟ نص لسان انت. انا يا تيتا. ماما هو ما قالكيش حاجه كده؟ ما قاليش اي حاجه. ايه يا تيتا؟ ازاي يا تيتا؟ بس يا بنت اسكت يا بنت. ليه يا تيتا؟ قالك يا تيتا اللي هو عايز يتجوز ماما. عايز يتجوز ماما؟ ايوه. والله يا غزل اللي قطع لك لسانك ده هنقلك في الكلام ده. يا ماما دي بتتكلم معانا عادي يا ماما عشان انت تيتا وانا مامتها فبتتكلم عادي. لا ما ينفعش كده تنقل كل حاجه كده. ايوه وانت يا ماما طبعا ما وافقتيش على الجواز صح؟ مش هوافق طبعا. ليه يا تيتا؟ ده قوي يا تيتا. قوي؟ ايوه. ايه القوي ده؟ ندى انت عايزه تتجوزي يا ندى؟ لا 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 يا ماما يا حبيبتي مش عايزه اتجوز انا عايزه اربي غزل بس. ربنا يصلح حالك يا بنتي. يا تيتا. سيبوني بقى لوحدي انا صدحتوني سيبوني لوحدي. وعايزه اقول لك على حاجه على فكره يا تيتا شعره حلو برضه. روحي يا بنتي سيبوني بقى لوحدي زهقتوني. ربنا يصلح حالك يا ندى. قال انا ما قلتلكيش يا سلمى على اللي حصل امبارح؟ ايه اللي حصل يا ندى؟ مش انا امبارح شنطتي اتسرقت؟ اتسرقت؟ طب عملتي ايه؟ ما هي رجعت لي تاني. طب الحمد لله يا ندى. وبعدين يا ندى؟ وبعدين يا ماما في ايه؟ قفلي على الموضوع ده يا ندى بيضايقني. انا بحكي لاختي عادي يا ماما. في ايه بس يا ماما مالك؟ غيري الموضوع ده يا خالتي. انا عايزه اقول لك على حاجه. نعم. تعرفي يا خالتي ان ماما هتتجوز؟ هتجوز؟ ايوه وهتتجوز برنس. انت يا ام نص لسان اسكتي. امال هتجوز؟ فهموني يا جماعه هو في ايه بالظبط ولا عايزين تخبوا عليا؟ انا هفهمك كل حاجه. اصل اللي رجع لي شنطتي امبارح البرنس قابلته صدفه في الشارع قال لي لا روحي بيتك وانا هرجع لك الشنطه في خلال ساعه. تمام. فجاب لي الشنطه يعني وفتح ماما في موضوع انه عايز يتجوز يتجوزني بس ماما قالت له ما عندناش بنات للجواز. هو ده اللي حصل بس. تعالي اقول لك. ايه؟ هو ده البرنس بتاع زمان؟ وعايز تخبي عليا يا ماما مش عايز تتكلمي معايا؟ اخبي عليكي ايه؟ هو في حاجه حصلت يا بنت عشان اخبي عليكي؟ هي الكلمتين دول بس اللي قال. والسيره دي قفلوها خالص. اما اسمع سيرته بتنرفز واتعصب. خلاص 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 ما حدش يتكلم. خلاص ما حدش يتكلم. انا هم. قومي يا غزل شوفي مين. حاضر. خلاص يا ماما انت عصبتيني. بس كان هيحصل لي حاجه لو كانت الشنطه ما رجعتليش. طب الحمد لله ان هي رجعت لك يا غدا. الحمد لله. فيها مصاريف مدرسه غزة. فهمتك يا حبيبتي بس الحمد لله. الحمد لله. حاضر. عمو برنسو. غزولة. تعرف يا عمو برنسو عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انت شعرك حلو قوي. على فكره بقى انت اللي زي القمر. شكرا. تيجي نبقى اصحاب؟ ماشي طبعا. بقول لك ايه؟ انا جايب لك هديه حلوه قوي. جبت لك هافر بورد. الله هافر بورد. تعرف يا برنسو انا اصلا كان نفسي في هافر بورد. انا في الصيف كنت باجره بس انت عارفه بعرف اسوقه. اقول لك ايه بقى؟ اتفضل. لما انا مشيت المره اللي فاتت تيتا قالت عليا ايه؟ قالت لك الصراحه؟ الصراحه قالت اللي هي مش بتحبك. طب وماما؟ ماما نص نص. نص نص؟ تعالي. حاضر. يا ندى شوفي غزة بتتكلم مع مين. حاضر يا ماما. ماما ايه يا زوز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا امي عامله ايه؟ ازيك؟ اختك دي؟ ايوه انا اخت ندى. انا سلمى مش فاكرني ولا ايه؟ لا انا صغيره. فاكرك طبعا بس بصراحه مش فاكر اسمك يعني. سلمى. ازيك؟ انا فاكرك مش ناسيك على فكره. ازيك يا سلمى عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اتفضلي يا ام بن اهو. ما بحبهوش. انا بحب القهوه يا ام. اتفضلي. مش عايزه ما بحبهاش. انا بكلمك. انا بحب اشربها. بكلمك عن نفسي. ماشي. هات يا برنس. ماشي يا ماما. انا عايز اقول لك على حاجه. نعم. انا زعلان من الحاجه. ليه بس؟ قالت عليا كلام وحش انا ما اقدرش اقوله. يا ابني هو احنا يا ابني اللي قلنا ولا الناس يا ابني كلها اللي بتقول بره؟ ليه يا تيتا ما بتقولش علينا هو صايع ومصاب؟ بس يا ام نص لسان. على فكره يا امي انا ما بزعلش منك انت امي التانيه وكني ما سمعتش اي حاجه. معلش يا برنس على فكره دي ماما طيبه قوي والله. بس هي عصبيه شويه. معلش. ولا يهمك يا امي. خير يا برنس. انا جبت بقى ايه؟ هافر بورد لغزل. ليه؟ غزل عندها كل حاجه جوه. ازاي يا تيتا ما عنديش هافر بورد يا تيتا؟
على فكره يا غزل بس يا نص انسان. انا حقيقه انا بقول الصراحه، بس هو انت ليه كلفت نفسك كده؟ ما كانش ليه لزوم والله. انا حبيت غزل. انت كفايه بس ان انت رجعت لي شنطتي امبارح. لا اللي انت عايزاه والله. والله بقول لك ذوق يا برنس. ربنا يخليك يا برنس، شكلك حلو قوي. والله انت اللي حلو قوي. ومنك يا ام نص انسان يا لبيك جدا والله. انا بقول الحقيقه. بصي بقى ده الشاحن بتاع الهافر بورد اهو. الله الحلاوه دي، دي حلوه قوي والله. ده شكله برنسه بيحبك قوي يا غزل. شكرا يا جميل جدا غزل. اي حاجه تشاور عليها بس اجيبها لها على طول. شكرا يا برنسه، ده طيب جدا ومكبر وشعرك حلو كمان. والله انت اللي زي القمر، انت وامك. شكرا يا برنسه. امي كوبايه قهوه مظبوط. الانبوبه خلاص لسه ما غيرتهاش. ازاي يا تيتا وانت لسه مغيراها امبارح؟ بس يا ام نص لسان انا بقول الحقيقه، بحب اقول الحقيقه. على فكره يا غزل انا حبيتك. شكرا يا برنس. بقول لك ايه يا ابني؟ اتفضلي يا ابني. خد حاجتك دي يا ابني واتكل على الله، احنا قاعدين لوحدنا يا ابني، معناش راجل قاعد معانا، ما ينفعش كده تخش علينا كده. انا فخور بيك يا حاجة، وانت ست جدع، بس انا عايز اتجوز بنتك نانا. على فكره هشيلها فوق راسي هي وملتها. يا ابني الجواز اسمه ونصيبه، وهي ما بتفكرش اصلا في الجواز، بتربي بنتها. يلا يا ابني مع السلامه يا ابني، روح شوف حالك. يا برنس انا عايز اقول لك على حاجه، على فكره شعرك حلو قوي. والله انت اللي زي القمر. شكرا. خد حاجتك يا ابني معاك. يلا سلامه حاجه. خد حاجتك يا ابني معاك. ايه يا ندى هتخيب ولا ايه يا ندى؟ انت عايزه تتجوزي يا ندى؟ لا يا ماما. تتجوزي الصايع ده؟ يا ماما انت مش فاهماني، يعني اصل انت قاعده بتقولي عليه ان هو نصاب وصايع يعني، بس انا مبهوره بيه، يعني ازاي مهتم ببنتي غزل كده؟ هو انا اللي بقول نصاب وصايع ده؟ العالم كله اللي بيقول عليه كده. مش فاهماني، اصل هو اللي بيعمله ده، دي حركه جدعه منه قوي. ده مهتم بغزل، ده جاب لها هافر بورد، وبعدين امبارح رجع لي شنطتي. اقول لك على حاجه، عارفه ابو غزل عمره ما فكر في يوم بس يجيب لغزل حتى تيشرت مش هديه هافر بورد. اقول لك حاجه، اول ما مسك فلوس وربنا كده اداله ووسع عليه، اول حاجه فكر يعملها مش يراضي بنته غزل ولا يراضيني، اول حاجه عملها راح اتجوز عليا على طول. انت عارفه يا ندى عايزه اقول لك على حاجه، يا ريتك ما اتطلقتي يا ندى. ليه بس يا ماما؟ والله ده تتجوزي الصايع ده؟ يا ماما ما قلتش هتجوزي، انا بقول لك مبهوره باهتمامك. فك شايفاكي مش عارفه اقول لك ايه. ماما عايزه اقول لك على حاجه، على فكره الهافر بورد ده غالي قوي، ان هو يجيبه هديه لغزل، فهو والله العظيم راجل ذوقه محترم. غالي؟ واحنا مالنا غالي ولا مش غالي؟ قومي حطهولي نرمهولي، قومي. يا ماما مش كده. قومي حطهولي هنا. يا تيتا لا يا تيتا، نفسي في الهافر بورد ده، تيجي ترميه يا تيتا. نفسك فيه؟ ما عندك لعب جوه كتير يا ام نص لسان. ما انا بقول لك قومي يا سلمى، قومي حطهولي يا سلمى، حطهولي على السلم. خلاص يا ماما عشان خاطر، خلاص. ماما عيب كده يا ماما، والله عيب. ربنا يستر على الموضوع دوت. أخيرا مشيتي. مين؟ أنا غزولة. برنسو. إزيك يا حبيبة قلبي؟ كويسة. تعرف يا برنسو أنت شعرك حلو قوي. والله العظيم انت اللي زي القمر. شكرا. انا جبت لك الحاجه دي، ايه رايك فيها؟ الله. انت كمان انا عرفت ان انت بتحبي اللون الاحمر. ايوه حقيقه انا بحبه. شكرا يا برنسو. بقول لك مش احنا اصحاب؟ ايوه. تيتا قالت عليا ايه؟ صراحه تيتا برضه لسه مش بتحبك. طيب وسلمى؟ سلمى صراحة بتقولي عليك كلام حلو قوي. طيب وماما؟ نص نص. وتعرف كمان ان تيتا مش حلو. بجد؟ بجد. بص انا جات لي فكره، ايه رايك تخش جوه واخلي ماما تعمل لك القهوه؟ اصل ماما بتعمل القهوه حلوه قوي. على فكره انا حبيتك قوي. بجد؟ بجد. وانا كمان. استنى يا ماما. يا ماما يا ماما يا ماما. ايوه يا زوزو. يا ماما. ازيك يا ندى؟ الحمد لله كويسه. بصي يا ماما، برنسو جاي عايزاك تعملي لي القهوه بتاعته بقى اللي بيحبها. مظبوط. انا اسفه والله، بس انا مش هينفع ادخلك البيت، اصل انا ماما مش موجوده واحنا قاعدين لوحدنا انا وغزل. فبعتذر لك يعني، وعايزه اقول لحضرتك على حاجه كمان يعني. اتفضلي. الهافر بورد يعني والقهوه عايزك تاخدهم معاك، وايدي كمان. عجله جايبها ليه يا غزل؟ ايوه يا ماما. بالله عليك لا تاخدها كمان معاك. لا
ليه بس؟ اصل انت مش عارف الحاجات دي معصبه ماما ازاي، وماما متضايقه قد ايه ان انت جايب هدايا يعني في البيت، وماما مش حابه الموضوع ده خالص. على فكره مامتك ظلماني والله وفهماني غلط. والله هي يعني هي قاعده عندك فكره يعني ان حضرتك يعني بتخطب كتير وبتسيب كتير، يعني فكره مش كويسه. طب انا احكي دلوقتي، انا خطبت واحده قالت لي بحب ابن خالي. ايوه. وخطبت واحده تانية قالت لي مثلا بحب ابن عمي. بجد؟ بجد؟ هكمل معاها؟ لا طبعا. بروح افركش الموضوع. أيوة. وانا ما برضاش افضحها، اقول لاهلها مثلا اللي هي بتحب ابن عمها او بتحب ابن خالتها. صح. بقول لهم عايز حاجتي، ما برضوش يديني حاجتي. هو ده الموضوع والله. انتوا فاهميني غلط وظالميني. طب انت ليه ما قلتش لماما الكلام ده؟ هي مش عطشاني فرصه اتكلم معاها. عليك انا بعتذر لك والله، انت جدع والله وعلى راسنا والله من فوق، بس خد هداياك معاك لو سمحت. ماما مش حابه الفكره اصلا، وانا اصلا مش بفكر في الجواز. والله يا لالا هشيلك فوق دماغي انت وبنت الغزل، واي حاجه تتمناها هجيبها لك. ماما ليه؟ طب لو سمحت دلوقتي المنظر يعني مش حلو، لو سمحت ينفع تمشي تاخد حاجتك معاك؟ انا اسفه. سلام. طب الحاجات طيب؟ هتعمل لي مشكلة والله، ده كمان عجلة ماما مش هتسيبني والله. يا ماما يا صدق قوي يا ماما، وهي بني موت عارف اللي انا بعمل له الاخر. انا عايز اتجوزك يا ندى فكري. ابيض يا نهار ابيض، ماما مش هتسيبني. ليه يا ماما؟ يا غزة كنت اليوم مش عايزة العجلة وخلاص، انت مش شايفة تيتا متعصبة ازاي؟ لا يا ماما تيتا اصلا مش متعصبة. هقول لها